مين اللي حط صورة مورجان فريمان على الحيطة وقال انه ده ابوكو؟ والله هو احنا فكرنا في الفكرة دي الصراحة، ان ايه قاعدين بنفكر مين يبقى ابونا مين يبقى ابونا، قلنا مين نجيب مين مين في مصر، مصر مش عارفين حد وخايفين الناس يجروا ورانا. يعني فكرنا في استاذ عادل امام، وبعدين قلنا ممكن يرفع علينا قضيه. ماشي، فرجعنا قلنا ايه، لا طب خلاص مين مين مين، نجيب حد من بره مصر. ما حدش له علاقه بيه، مورجان فريمان. فمورجان فريمان فرابيه ضحك وانا ضحكت وبتاع، وقلنا الاستاذ سامح عبد العزيز طبعا المخرج الكبير مخرج الفيلم، ضحك طبعا هستيري كلنا. ففجاه انا وانا واقف، طب يا جماعه ما لازم كلنا، لا وبعدين استخدمتوها يعني. اولا هو كان في مشهد اللي انت بتبص له ابتديت تهلوس وراح تقابل المرحوم، والمشهد الثاني يا الله منك لله يا بابا اللي عملت فينا كده ليه، الله يرحمك يا بابا الله يرحمك. وكل شويه يقطع، وكل شويه يقطع على مورجان فريمان. لا ده احنا كمان انا بقول لحضرتك فجاه لقيتني ايه، طب انا ازاي مش هينفع يبقى ابويا مورجان فريمان وشعري مشكرت. ففكرنا في فكره الباروكه دي، ان كلنا يعني استاذه دلال برضو شعرها اكرت، ربيع شهر واكرت بالمناسبه هو لسه مكمل بشعر الفيلم مكمل كده. وانا برضو شعر اكرت، فكان الموضوع عامل كده بقى.